هنا أشياء كثيرة للاكتشاف، هنا سوريا منبع الحضارات، هنا السهول والجبال والسواحل والقلاع والمتاحف والطبيعة الخلابة، هنا رغم الآلام والحروب تبقى السياحة حق إنساني للجميع. فبمناسبة يوم السياحة العالمي أقامت وزارة السياحة بحضور رسمي وشعبي كبير فعالية في دار الأسد للثقافة والفنون تحت شعار السياحة للجميع الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية هذا العام. لدينا رؤية أعددناها منذ عام 2014 ونسير بخطى ثابتة وفقا لها. اليوم نحن نؤكد على الاستثمار، ولكن الاستثمار الذي يحقق مصلحة الدولة ويحقق مصلحة المستثمر، أي أن يكون الاستثمار رابح. طبعا مستمرين اليوم بدعم كافة المستثمرين بشكل كامل، وكما قلنا واقع المنشآت وافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية، واقع الإشغالات وهذه نقطة هامة جدا. نحن نعلم أن العديد من الدول تعتمد 40% بالقطاع السياحي على السياحة الداخلية. أنا أؤكد أننا في سوريا وبحجم الإشغالات الكبير خلال الموسم السياحي والتي وصل إلى 100%، نؤكد أن السياحة الداخلية دوما هي بخير بفضل إرادة الحياة وبطولات أبطال الجيش العربي السوري. في عودة لرجال الأعمال للبحث عن فرص عمل، هذول بشكل شريحة من شرائح السائحين اللي بيجوا للبلد، صرنا نشوف استثمارات الحمد لله عم ترجع بشكل يعطي مؤشر للمعافاة. هذا ما كان بيصير لو نحن الحقيقة ما قدرنا نحقق انتصار ميداني على الأرض بفضل أبطالنا الكبار، أبطال الجيش العربي السوري. مهما عملوا ومهما قالوا ومهما دفعوا بإرهابيين ومسلحين إلى سوريا، ستبقى سوريا هي الحاضرة في كل مكان وزمان، وهي التي ستقف على رجليها لكي تقول للعالم أننا نحن بلد مقدس. بدأت الفعالية بمعرض صور ضوئية لمواقع التراث السوري والمواقع السياحية التي طالها الإرهاب، ثم دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة، تلاها النشيد العربي السوري وعرض فيلم سياحي عن سوريا، بعدها كانت كلمة لوزير السياحة وعرض فني راقص لفرقة جل نار. عرض الراقص مقطوعات موسيقية عزفتها أوركسترا المعهد العالي للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه المعلولي، تضمنت مقطوعات موسيقية عالمية وبانوراما سورية، ضمت أغنيات من مميزات المحافظات السورية. اختتمت الفعالية بتكريم المميزين في القطاع السياحي الذي كان لهم بصمة واضحة في محاولة إنعاش السياحة في سوريا، في بلد يحاول الإرهاب ضرب كل مفصل للحياة فيه.